الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إلى شعب البحرين الأبي، إلى نساؤنا العفيفات، نحن معكم لن نتخلى عن القضية، فقضية البحرين هي الأساس. وإلى النائمين، استيقظوا وأيقظوا النائمين، دافعوا عن أرضكم وأعراضكم. ونقول لكم يا آل خليفة أيها الصهاينة، أننا نموت من أجل أن يحيا شعب البحرين، مثل ما قال آية الله الشهيد النمر. ونحن نقول لكم نموت ألف مرة ونساؤنا تبقى حرة، نساؤنا خط أحمر، ولن نتخلى عن أعراضنا، سنقاومكم أيها الصهاينة. من هنا، من أرض القطيف، أرض عوام، أرض الصمود والإباء، نقف تضامنا مع النساء العفيفات التي في سجون الخليفية. نحن معكم وقلوبنا معكم، أنتم الشرف، أنتم العزة والكرامة، أنتم فخرنا، أنتم أساس الثورة، أنتم قلبها وروحها، ولن نتخلى عنكم. وشعب البحرين والقطيف شعب واحد لا يفصله حدودا ولا هوية، مثل ما قال آية الله النمر. وهيهات منا الدلة.